هذا بعيد عن ربي شويه. فرقه اللي تشارك مدى واحد سنوات هي طويله التي دور واحد يعني كان مشاركة ديالنا دائمة، لأنه كان الأب ديالي الله يرحمه كان يعني من المؤسسين الأوائل ديال المهرجان في أول دورة، وكان هذا كان الحمد لله قام يعني معروفة لدى المرأة الشعبية محبوبة، ما يمكنش تقول يكون المهرجان ديال الوطني وما تكونش تقال. بالنسبه لك اشنو الحوايج اللي ميزات هذه الدوره 51؟ احنا عرفنا بانها جات من مورا كورونا، كيفاش كانت الاجواء ديالها هذه؟ والاجواء ديالها استقبلنا بصدر رحب، لانه كيف تعرف كل شيء تسنى من الجائحه العالميه، ملي حيينا المهرجان عاود حيا تحت الفرصه والحمد لله وصعدت الامور بطبيعه ديالها حيا كنا فرحانين، كان كل شيء فرحان، وكنوجه الشكر للاداره المخرج لاعب المخرج، لانه كان داكشي في المستوى، كان تنظيم ولا استقبال ولا حسن الضيافه ولا حسن يعني كان كلشي في المستوى. السلام عليكم، مدافع عبد العزيز من هيئه السام عمل التوت الفولكلور الشعبي فنون الفولكلور الشعبي لهيئه السام. كان نرقصوا جمعية نجوم تيسا للهيت مقاس جوج تعارج، ثلاثة دعية كنرقصوا في الوسط والمقاس وجوج غياطة وخمسة شادين الإيقاع اللور، وحنا كنشاركوا في هذا الدورة ديال 51. أنا جيت لهنا ولد تقريبا عندي شي 17 عام أو 18 عام أنا هنايا هاد الفنون الشعبية هادي هنا، لأن واحد مراكش، وحنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يزيدوا يطوروا هاد الفن، خصنا يعاونونا ويدعمونا ويعاونوا هاد الفنون الشعبية، وخصهم خصنا نأجلوا شباب نخليو خلاف. خصهم يعاونونا باش نخليو خلاف، راه ما كاينش الخلاف ديال هالشباب. هاد الفنون الشعبيه راه غتنترك، هالفنون الشعبيه راه خصهم يخلفوها، خصهم يعاونوها، خصهم يدعموها، خصهم يحاولوا كيفاش يديروا يحيوا الباقي. دابا حنا ولادنا صغار ما كيبغيوش يتعلموا لنا، عندي 13 يعني خاص شي مدرسه شي تكوين، خاص تكوين، خاص يديروا لنا شي مدرسه ولا شي حاجه فين نعلموا. دابا حنا بحال اساسيين خصنا نعلموا جيل شباب اخر. دابا عندي الدرب اللي عنده 13 عام او 14 عام كنلعب انا وياه، ولاني ما كيبغيش يلعب. علاش؟ كيقول لك هو انتهى الفنون الشعبيه، شني درت منها؟ فرطاوي محمد من مدينه زاكوره، رئيس فرقه الرقبه. احنا اليوم في قسم البديع داز واحد الجو هائي مع الناس اللي هما في الخشبه، وكورونا بالسنين اللي هي فايته في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، انها كتكون الخشبه من ذاك احسن خشبه، واليوم كورونا هاد الناس اللي هما طلعوا الخشبه اليوم كورونا بالسنين الماضيه، وكنشكر هاد الناس اللي هما كيشرفوا على هاد المهرجان، وتنشكر السلطان حتى هو اللي راه ما خلى المجهد ديالو مع المواطنين، لا المكان ديالو مسموح اللي بغا واللي بغا يشري شربة تيجي من حدا بيه، واللي بغا يشريها تيجي من حدا بيه، أحسن أتاي هو السلطان وشكرا. أها أكيد أشهد أنعم أها أرجع أنعم.